تنظيم الأسبوع العلمي والثقافي في دورته الخامسة 2020-2021 من طرف المركز الجامعي قلعة السرطنة جامعة القاضي عياض مراكش، هو تقليد سنوي ينظم عادة بعد انتهاء من الدورة الخريفية، ولكن هذه السنة بالنظر إلى ظروف جائحة كورونا فارتأينا أن ينظم بعد انتهاء الدورة الربيعية. وأكيد بأن هذا الأسبوع طغى عليه هذه الجائحة، وبالتالي فكانت فرصة مرة أخرى لتحسيس الطلبة والطالبات بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحتياطية والاحترازية اللازمة، وكذلك حتى معالجة ومناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة مثلا بالحق في الشغل والحماية الاجتماعية بالنظر إلى ما بذلته الدولة المغربية في هذا الباب، وخاصة مبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أكد على أهمية الأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي بالنسبة للمواطنين والمواطنات، خاصة فيما يتعلق بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا. وكذلك تم تنظيم ندوة وطنية أخرى تتعلق بقراءة في التقرير العام للنموذج التنموي من حيث الفرص والآفاق، والعمل على إحاطة الرأي العام الوطني والطلابي بأهمية هذا النموذج من حيث مضامينه وخلاصاته. وكذلك تتخلل الأسبوع الثقافي مجموعة من الأنشطة الثقافية التي تعطي للطلبة إمكانية في إبراز إمكاناتهم الذاتية ما تعلق بالفن التشكيلي، وكذلك قدرة الطالب على أن تكون له مواهب صناعة تقليدية أخرى، الطبخ، الزي التقليدي، وكذلك المواهب الرياضية الأخرى من مسابقات كرة القدم وكرة اليد وتجويد القرآن، وكذلك أحسن مونتاج وأحسن تقرير يعد حول المركز الجامعي والأنشطة التي يقوم بها. وبالتالي فتنظيم مثل هذا النوع من الأنشطة فهو يساهم من دون شك إلى فتح آفاق الطالب على المجالات الأخرى، وخاصة أننا اليوم لا يمكن أن نفهم الإنسان إلا إذا فهمنا تقاليده وعاداته، وهذه التقاليد والعادات نراها في لباسه وفي مأكله وفي مبيته، وكل هذه العناصر يمكن أن تساعد الطالب عندما يحصل على شواهده ويجتاز مباريات ويصبح قاضيا أو محاميا أو عميد شرطة أو رجل سلطة إلى غير ذلك، فإنه تكون له الملكات المهمة والأساسية التي تجعله قادر على التفاعل الإيجابي مع قضايا مجتمعه.